لنقاش الملف الأمني في هذه الجولة الإخبارية. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله وحياكم أختي الفاضل. إذا كانت الحكومة في بغداد قد أعلنت الانتصار على تنظيم دولة والقضاء عليه، لماذا إذن هذه الأعداد الكبيرة من القتلى وفقا لما أورده تقرير للأمم المتحدة وثق عدد القتلى خلال شهر حزيران الماضي؟ في حقيقة الأمر لا يوجد هنالك نصر، وتكلمنا في هذا سابقا. فنحن نعلم في فقه النصر في العلوم العسكرية له ركائز وشروط، أهمها أن تتمكن من كسر روح القتال لدى الطرف الآخر، وهذا لم يحدث. أيضا نقطة أخرى، أن تكون للجهة القدرة على الانتقال، الجهة التي تحقق النصر القدرة على الانتقال من صفحة إحراز النصر إلى صفحة استثمار الفوز، وهي أهم صفحة لديمومة النصر. أيضا لا يوجد هنالك نصر حقيقي في تدمير المدن واجتثاث سكانها سواء بقتلهم أو تهجيرهم. اليوم نرى انه الطرف الاخر المتمثل في تنظيم الدوله استطاع ان يعيد نشاطه وعاده هيكلته، واليوم هو يسيطر على مناطق واسعه من محور بغداد كركوك. اليوم القرى المنتشره على هذا المحور سواء تفرين، حميده، فوز، الرياض، البشير، حمرين، اسحاقي، تكريت، سامراء وغيرها، جميعها بعد السادسه مساء تذهب تحت سيطرة تنظيم الدولة. إذا لا يوجد هنالك نصر كما زعم العبادي في بيانه المزيف أواخر عام 2017. نعم، في هذا السياق العبادي أيضا تحدث أن قواته الأمنية هي الأكفأ والأكثر حرفية في دول المنطقة. إذا كان الأمر كذلك، لماذا يستمر سقوط هذه الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين أيضا وكل هذه الفوضى الحاصلة في العراق؟ الفاضلة، كيف تقاس قدرة القوات الأمنية وقوتها؟ هنالك استراتيجية عسكرية، هذه الاستراتيجية تشتق من العقيدة العسكرية، فلا استراتيجية دون عقيدة عسكرية. اليوم لا توجد جميع المعارك التي خاضتها هذه القوات الأمنية بجميع مسمياتها سواء وحدات الجيش، شرطة اتحادية، مكافحة الإرهاب، لا توجد لديها استراتيجية عسكرية. لذلك اعتمدت على رغبات حزبية تميل في اغلبها للطائفيه. وسمعنا مؤخرا تصريح مدير جهاز مكافحه الارهاب بانه يعلن علنا امام الملأ بانهم هم من استهدفوا جامع النوري ومناره الحدباء. اذا هنالك دوافع ورغبات طائفيه قادت وسيرت وسيطرت على الخطط العسكريه وليس استراتيجيه عسكريه كما يزعمون. اذا ليس لدينا هنالك قوات امنيه تسير في خطط عسكريه، بل هنالك احزاب تدير هذه القوات المسيسه سواء لهذه الجهه او تلك الجهه، وبالتالي لا يوجد لدينا قوات عسكريه صاحبه تحمل عقيده عسكريه. اليوم العقيده العسكريه لهذه القوات بمختلف مسمياتها هي تسير وفق محاربه الامن الداخلي وليس الامن الخارجي، وهذا وفق الفكر العسكري هو من الواجبات الثانويه. اليوم جميع هذه القوات يجب ان تركز واجباتها الرئيسيه على مكافحه ومواجهه التهديد الخارجي. اليوم الحدود من جهه ايران التي هي صاحبه الارهاب وناحيه الارهاب الاول مفتوحه. اليوم الميليشيات بمختلف وسائل تصول وتجول وهي تصرح وهي تفرض شروطها على سيادة العميد. ما يسمى رئيس الوزراء. سيادة العميد، فقط أسألك سؤال أخير وباختصار عن البعثة الأممية التي تشكو اليوم من عرقلة مهامها لكشف حقيقة وتوثيق أعداد القتلى في العراق، من يعرقل عمل هذه البعثة الأممية ولمصلحة من تتم عرقلتها في أداء مهامها؟ الأمم المتحدة تدرك جيدا بأنه لا توجد هنالك دولة في العراق، هنالك سلطة ميليشياوية، وهذه السلطة الميليشياوية بالتأكيد سوف لا تنصاع ولا تنفذ قرارات سواء الأمم المتحدة أو غيرها. لذلك العلة ليست في من يعرقلها بل في نظام الحكم. اليوم منذ عام 2003 إلى يومنا هذا توجد هنالك سلطة ميليشياوية تدير أمور البلد، ولذلك تقتل وتوظف الملف الأمني، ونشاهد تفجير المستودعات ومخازن الاسلحه لهذه الميليشيات في المدن ويذا ضحيتها الكثير. اذا المشكله الرئيسيه هي في وجود سلطه ميليشياويه تحكم العراق.
أشكرك جزيل الشكر العميد الركن خليل طائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير في الشؤون العسكرية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.